اجوا العساكر. متأكدة؟ اي ليكن جايين لهون. نيرمين انا برأيي تسلمي حالك، ما رح يعملوا لك شيء. بموت ولا بسلم حالي. ديالا خبيها بالغرفة يلا. حاضر. تعي نيرمين، بركي عم تلعبوا علي. خلص اطمني نيرمين، يلا يلا اعطيني سلاحك. هاتي ديالا يلا. لا لا بسرعة فوتي تخبي هون نيرمين. يلا مرحبا دكتور. اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ تفضل. بنتي منيح انك رجعتي. نشان الله لا تحكي، العساكر برا. يعني بالرغم من كل جهودنا ما قدرنا نلاقي والدتك. معقول نقلوها لغير مكان؟ أنا ما بتوقع هالشي دكتور، بس على كل نطمن رح نضل عم ندور. طيب عرفتوا شي عن الشيخ إبراهيم؟ لا والله. يلا يا شباب بدنا نمشي. تمام، راحوا العساكر. أنا لازم أمشي. لا خليكي معي. ما فيك تطلعي برات الضيعة، العساكر رح يبقوا هون كم يوم. طيب شو بدي أعمل؟ تخبي بالبيت مع أمك. أي والله مزبوط. أنا متأكد أنه ما حد رح يخطر له يدور عليك هنيك، شو رأيك ديالا؟ مزبوط بهي معك حق. طمني دكتور إن شاء الله قدروا يعرفوا شي عن جدي. لا والله لهلأ ما في شي، لساتهم عم يدوروا. ليش شو صاير مع جدك؟ ما حدا بيعرف وينه، مختفي صار له فترة. طولي بالك إلا ما يلاقوا. يعني أنا خايفة إنه الإرهابيين يكونوا عاملين له شي. وهي الشيخ إبراهيم خلصنا منه، وهلأ أنت لازم تستغل هالفرصة كتير منيح. يعني هذا الزلمي كان دائما يضايقنا بشغلنا. صحيح انكم تأخرتوا شوي، بس بالأخير خلصتوا منه. أصلا موته لازم يكون درس لكل واحد بيحاول يصير مثله، لازم نخليهم يخافوا منا. مع احترامي بس الشيء اللي عم تقوله مو صحيح. العالم يلي مثله ما بيخافوا من الموت، لأنهم بيعتبروا موتهم شهادة. أنا خايف إنه بكرة يطلع لنا 100 واحد مثل إبراهيم. من هالناحية اطمن، نحن عاملين حسابنا لكل شيء. شايف كل هدول العالم رح يصيروا معنا، رح نخليهم يصيروا من رجالنا. مو هن ما بيخافوا من الموت وبيعتبروا انه قتلهم شهادة؟ طيب كتير منيح، رح نخليهم يستشهدوا بس على طريقتنا. يعني كيف بدك تخليهم يصيروا معنا؟ الشغلة كتير بسيطة، يعني منقلهم انه نحن عم نحارب ضد هدول الناس يلي عم يعادوا دينهم، وشوف شلون رح ينضموا لمجموعاتنا مثل الاغبياء. اي منيح اللي فهمت علي. وهلا بقى لازم نستغل المكان يلي تركه ابراهيم، ونبلش اول شي بضيعة صارسو. يعني ما فهمت شلون. رح اشرح لك. نبعت امام جديد على الضيعة، وطبعا هو رح يكون واحد من رجالنا، عم تفهم؟ بده يبلش يلعب بعقول الناس. بس بالأول نحن بدنا ياكم تعملوا شغلة صغيرة، عملية إرهابية يروح فيها عدد كبير منهم. المعلم قال بده ياكم تنفذوا عملية كتير كبيرة وتكون مختلفة غير كل شي عملناه، ولازم يروح فيها عدد كبير. فهمت؟ يعني مثل شو؟ أنا عندي خطة. بكرة ليلة القدر، يعني أهل الضيعة بيجتمعوا بالجامع ببلشوا يدعوا ربهم وبيقروا قرآن. رح نستغل هالشي ونضرب ضربتنا الكبيرة. لازم تهد الجامع فوق راسهم.
هاي أنا عطيتك راس الخيط، كمل الباقي بمعرفتك. إيه؟ ما بدي ذكرك بحكي المعلم، لازم نضرب بقوة. في شغلة مهمة حابب تعرفها. احكي له شوف شو صاير. هذا بديع طري عم بيخوننا. ايه دخيلك يعني شو هالشغلة العظيمة؟ انت مو اول واحد بيصير معه هيك. رجال التنظيم كتار ومو كلهم مخلصين، يعني اغلبيتهم عم ينضموا بس مشان المصاري. بس منيح انك كشفته قبل ما يتسبب لنا بشي مصيبة. تعرف اني كنت رح اقتله لهالكلب بس وقفت باخر لحظة. برافو عليك زيدان، منيح انك طولت بالك عليه. اكيد له شركاء عرفوهن. وبعدين انهي. يلا صار لازم امشي. مع السلامة. نرمين، لوين بدك تروحي؟ بدي ارجع على الجبل، بدي اقول لك شيء مهم. تعي معي، فوتي لجوا. عادي اسمعيني منيح، ما بيصير تتركي امك وهي على هالحاله. لكن نرمين، ايمن راجع بهاليومين، مانك مشتاقه تشوفي؟ الله يوفقك لا تروحي. أيمن؟ مين أيمن؟ ما تذكرتي مين أيمن؟ ولك كنتوا بتحبوا بعض؟ ليش هيك صاير معك؟ شو عاملين فيكي؟ إن شاء الله بعد كم يوم رح ترجعي مثل ما كنتي. يعني لولاك ما كنا هون. هذا واجبي. أنا ما عم أحكي عني، قصدي عن نرمين. قديش حاولت رجعها وما قدرت. لو ما أنت أقنعتها ما كانت إجت. يعني أنقذتني أنا وبنتي، الله يكتر خيرك. بس لو تعرف والله أنا بحبك مثل ابني. حاسة إنه الله عوضني فيك عن ابني حسان. خالي سناء حاجة تبكي، وأنا كمان بحبك. إن شاء الله بتلاقيها لأمك. اطمني دايما رح كون جنبك، ما رح خلي حدا يضايقك. خلص حاجة تبكي، إذا بتحبيني لبقى تبكي. بدكن مني شيء؟ أنا صار لازم أرجع على المستوصف. استني رايح معك، رح جيب معي الأدوية وارجع. عبدو أنت ضل هون، لا تخلي نرمين تروح. إيه ولا يهمك. نرمين شبكي؟ عدي جنبي. تعي أمي عدي. هاي نرمين رجعت لي، وعن قريب رح أقول لحسان عن الحقيقة، وبعدين بدي خلص خديجة من هداك الواطي. حاجة والله طولت هالقصة. تحاولي تهربي لعند أمك، والله لموتك وحسب الله ما خلقك. طمن رمزي، ما عاد بدي روح لعنده. طيب يلا روحي من وش. يلا يلا. أهلين أهلين بالآغا. اهلا وسهلا بالمهلي. تعال اخ. نزل اغا. قوم. رحت عضيعة صارصو؟ طبعا، وقلت له لرشاد اغا. سكوت، عم تقاطعني؟ سامحني اغا. قال جاي لعندهم ضيوف، روح شوف المختار، عرف لي منه شو القصة وارجع بسرعة. يلا انقلع. رح شوف المختار.
رايح بشوف اذا صلحت المولده ولا لا. رح ارجع دغري. ايه ماشي يا عبدو. لا تطلعي برات البيت ماشي نرمين. شو عملوا لك؟ ليش هيك صار معك؟ الدواء هو السبب. إلي فترة عم أخده. شو عمل فيك يا الدواء؟ ساعدني يا رب. كيف بدك تخلصي من هالشغلة؟ أمي 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 شو صار لك؟ أمي أخ يا ربي ما عاد قدر أتحمل الجرح كتير عم يجعني. عبدو لك وين روحك؟ أمي معلش معلش تحمل شوي رح اشوف لك دكتور. ماشي نرمين نرمين لا تروحي نرمين لا تروحي خليكي هون بلا ما حدا يشوفك. نرمين 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 هي نرمين شو عم تساوي هون؟ منيع ما في حدا. أنا بوشيك رجعتي يا خاينة. منيح إني لقيتك. تعالي لهون جاي لحتى تأذينا. خلصي لا تخليني أقتلك. شدي حلقك لا تتحركي. ما حدا راح يقدر يخلصك مني هالمرة. خلصي امشي قدامي بيه. امشي امشي احسن لك. لا تخليني قلتلك. ها يلا امشي. خالي سنة تسطحي تسطحي. شبكي خالتي متفقنا انه ما تتحركي. وين نرمين ما اجت معك؟ ليش مالها بالبيت؟ هلا من شوي راحت لحتى تنادي لك. بس انا ما شفتها. هي اكيد صاير معها شيء. انا رايحه ادور عليها. لوين رايحه واقفي؟ عادي على مهلك لا تكبري القصه. يعني بتكون رايحه من غير طريق. انا متاكد خالي انه بتكون بالمستوصف. اوف انت ارتاحي وانا بروح بشوفها ماشي. احكي ولا احكي؟ يعني بدك تضل متنيح. باشا اربطي له رجله ما بدي يموت قبل ما يحكي. احكي ولا حقير لمصلحة مين عم تسرقنا؟ احكي لك كلب شان مين بعت التنظيم؟ يلا احكي يا حيوان. انت فهمان الموضوع غلط. انا كنت عم نفذ اوامر القيادة. صدقني انا ما خنتك. معقول اشتغل ضد التنظيم؟ فكرني رح صدقك حقير. بدك تحكي ولا لا؟ لك احكي ولا مين معلمك؟ سمعتك وانت عم تحكي معه. احكي يا خاين من هالزلمة هاد. أنا مالي خاين عم تفهم ولا لا؟ خلصولك. بتحب ذكرك شو كنت عم تعمل من زمان؟ لسه قاعد عم تعمل حالك مخلص. إذا في حدا خاين هو أنت. خلصولك خاين حقير عم تتهمني إلي يا كلب. أنا برجيك
بكفي زيدان، الظاهر انه ما له علاقه باي شيء. انت شو بفهمك؟ هالخاين كان عم بيسرقنا، انا متاكد. لازم نعرف مين شركائه كمان. عم تفهمي علي؟ رشا جهزي له الرمل الابيض. يلا تحركي، يلا، ما رح خليه يموت قبل ما يحكي. يلا. عم تتهمني بالخيانة؟ إذا ما بخليك تقر ما بيكون اسمي زيدان. بسيطة يا خاين. نيرمين ما أجت لهون؟ لا ما أجي. خير شو في؟ نيرمين طلعت من البيت على أساس جاي لهون بس اختفت. ما رح تقدر تطلع برات الضيعة. طيب وين اختفت؟ امشي من عليك. يلا فوتي لي، فوتي فوتي لجوا. بعد عادوا لك، بعدوا لا عادي، أحسن ما كسر راسك. ها اخرسي ولا تسمعيني صوتك. ها لو رضيتي تتجوزيني مكان أحسن لك، هاي صرتي إرهابية. فهميني ليش هربتي؟ لك لسه عم تسأل؟ انت اللي وصلتني لهي الحاله. هربت مشان اخلص من ظلمك. خلص بعد السبب ما في. خلص عم بقلك، خلص بس رح سلك العساكر. ها عساكر؟ لا مش انا، الله، انا ما عملت شيء. الله يخلي لك اولادك. لا تسلمني للعسكر. طلعوا لعندي يا اولاد، يلا لشوف. برافو. ايه علي، شو ها؟ ما في غير عم بيصور يحلوا عنا. ليش عم يصوروا الضيعة؟ هيك بده القائم مقام. قال هاي الصور بتفيدهم بمشروع تطوير الضيعة. اسمع على الحكي الفاضي. ايه تركونا هيك، شو بدهم فينا؟ والله أنا متأكد إنه الناس بكرة ما عاد تسمع كلمتنا. صحيح، هالوضع ما بيناسبنا. هلا للآغا ماشي؟ أنت المختار؟ ايه ايه، اهلا وسهلا. شرفت بمعرفتك. مبسوط بالضيعة ما؟ يا اهلين، ما شفتك بالمسرحية، ليش ما اجيت؟ انا اسف تأخرت على الطريق. صحيح مختار، الارهابيين بيجوا على الضيعة؟ رح يجوا اليوم؟ والله عم تحكي عن جد انت؟ اجي بعرفني. بس يعني هلا اذا بدك بتصل فيهم وبقول لهم يجوا. يا حرق حاري شارك. بصراحة انا متمني انه يجوا على الضيعة مشان اقدر صورهم. يا حرام، يعني ان شاء الله ما بيصير هالشي، بس انا كنت حابب اني صورهم. بعتذر. طيب ما في شي طريقة لنشوفهم او نقدر نحكي معهم؟ بعتوا روح على ضيعة بارجينيز لعند عمرو آغا، ماشي؟ بيقدر بيساعدك. مزبوط، هو الوحيد اللي بيقدر يساعدك. شو عم استنى؟ ايه ايه، يلا روح. خيرك، شكرا لك، تكرم عينك، انت ضيفنا، روح لعنده. يلا الله معك يا سيدي. بعض برقبتي هالزلمة مصيف. يلا وين العساكر يا مختار؟ المخيم تبعهم بالجبل الابيض. صاير شيء؟ ليش عم تسأل عنه؟ هيك بس مشان اطمن. اصطف لا تقلي، اصطر انا مو فرقانة معي. عندي خبرية مهمة لعمر آغا. شو بدك يعني قل له؟ كمشت وحدة هربانة من التنظيم وهي هلأ عندي. ومين هالخاينة؟ قوموا له. كل شي صار جاهز. كثير منيح. دعي قوموا معي. لك يلا لا تردي عليه. قوموا له. يلا
بوس ايدك الا هي. شان الله ما فيني اتحمل. احكي ولا حساب مين عم تشتغل؟ ولك لواحد من التنظيم. مين؟ طيب المعلم هو اللي طلب مني اعمل هالشي، هو اللي طلب مني اسرق الشنتاية. لك انا شو دخلني انا العبد المأمور؟ خلص بكفي، لك ما عاد فيني اتحمل. كذاب، احكي الحقيقة. المعلم قال لي هيك اعمل. شو يعني كان بدك يعني خالف الاوامر؟ امشي ولا امشي. هيك لك هاد مران، هو معلمك قال لي قديش دفع لك لقبل تسرقنا. صارت مصلحتك اهم من التنظيم، ما هيك يا ندل؟ انا بورجيك. امشي ولا على اساس انت احسن مني؟ انا اشرف من كل عيلتك يا كلب. اصلا انا بعرف ليش انت متضايق، لانه المعلم اختارني لالي وانت لحشك لانك جبان. انا رح اقول لك ليش ما اختارني، لاني ما بنشربت لك. عم تخون التنظيم مشان كم ليره؟ هلا بدك تقلي مين اللي ساعدك؟ احكي ولا مين هن شركائك؟ احكي مين شركائك؟ احكي. الو. مرحبا زيدان. اهلين عمر اغا. هلا بدي اسالك، في عندكم بنت اسمها نرمين ما هيك؟ ايه مضبوط، نحن من الرويده. طيب وينها هلا؟ مختفيه من امبارح المساء، يمكن العساكر ماسكينها. لا والله هالمره انت غلطان، البنت هربانه، اكيد بتعرف شو معنات هالحكي. طمن، لانه رشاد من ضيعة صاصو كمشى عم يستنى حدا منكم يستلمها، هي عنده بالمزرعه. بعت حدا لعنده لهنيك بسرعه. ماشي. طمني شو صار معك بقصة بديع؟ لا تشفق عليه، لازم تخليه يعترف بكل شيء. ولا يهمك، ليكو بلش يستوي. ايه طبعا انا رح اقتله. انا ما عملت شيء. يا اغا بوس ايدك لا تخليه يقتلني. ما بدي عطلك، خليه يعترف بكل شيء. والله حكيت كل شيء بعرفه، اتركني بقى شان الله زيدان. رشا جهزي له الدولاب بسرعة. ما قلت لك مين هو معلم، اتركني بقى. يلا لا تردي عليه شان الله، ساعديني رشا. خاين. لوين رايحة؟ كنت رايحة كب الزبالة. ايه انقلعي لا تتأخري. خلاص زيدان تركني، قلت لك مين معلمي، شو بدك لسا؟ طيب انا عندي حل، تركني واطلب المبلغ اللي بدك اياه. راسولا فكر اني بنشرمت لك بالمصاري؟ معلمك بران ما فينا نعمل له شيء، ما حدا رح ياكلها غيرك انت اذا ما بخليك عبرة. يا واطي فكرتك زلمي يا حوينة الثقة، احكي مين شركائك يا اما رح خليهم يحرقوك. احكي ولا حابب تنحرق؟ فعو يلا اتركوني، حكيت كل شي عندي. بوس ايدك، اتركني زيدان، ما بدي موت، ما بدي موت، اتركوني. والله انا حكيت كل شي عندي. يلا ما بدي موت، ما بدي موت، اتركني زيدان. إنه نتركوني راح أحكي، خلاص راح أحكي، خلاص راح أحكي. نزلوا نشوف. راح أحكي.
اللي بدك اياه بيصير. راح احكي لك عن كل شخص ساعدني. رشا اكتبي مثل ما بدك. راح احكي كل شيء، المهم اني ما اموت. طول بالك بس لا القط نفس. طيب بس انا في عندي شرط. بعد ما احكي كل شيء بدك تتركني روح. انا موافق. يلا احكي بقى، وانا من عندي بوعدك انك تروح من هون عايش. وانا شو بيضمن لي؟ خلاص انا وعدتك رح اتركك تنقلع. يلا احكي، مين اللي ساعدك؟ هن شخصين، جميل واخو توغوت. اتنادهم هلا بمعسكر القرشاي. امي وينك؟ امي خديجة اهلين. اشتقت لك. وانا كمان. امي سامحيني هلا لا قدرت اجي، كله بسبب رمزي الله يصطفل فيه. مين اللي قوصك هيك؟ لك كيف طابها قلبه؟ هذا وحش مو بني آدم. لا تحكي هيك حبيبتي. نيرمين هي اللي قوصتني. انت شو عم تحكي؟ بس ساعتها ما كانت بوعيها، هاد كله بسبب الدواء. خديجة نرمين هربت من الإرهابيين، رجعت لعندي. شوفي بنتي، عم قلك أختك رجعت لنا، بس راحت لعند الدكتور. هلأ بتجي أمي؟ في شغلة بدي قلك إياها، بس ما بدي إياك تنزعجي. شو صاير حكيلي أمي؟ نرمين واقعة بين إيدين رشاد. شو؟ سمعت كمان إنه ناوي يرجعها على الجبل. أنت متأكدة من هالحكي؟ خالي سناء، نرمين اختفت. دورنا بكل الضيعة ما قدرنا نلاقيها، شو بدنا نساوي؟ هذا رشاد هو اللي خطفها. نرمين بخطر. روح جيبها من عنده، ما حدا غيرك بيقدر يعمل هالشي. ما تجاوبني يا آغا، شبك؟ ما بعرف، أنا ما شفت نيرمين. بس قايل لعمر آغا أنه نيرمين عندك وبالعلامة عن طريق رمزي. هالحكي مو مزبوط، أنا ما بعرف. ولسه عم يكذب كمان، شايف أخوك شو عم يساوي؟ والله أنا ما كان عندي علم بكل هالشي. طيب شو ساوت له البنت؟ حرام عليه. أنت احكي معه، هي ما لإرهابية، بس الظروف اللي خلتها تروح لعندهم. أنا بترجاك إنه ما تخلي أخوك يرجعها على الجبل. راح بحكي معه وإن شاء الله خير. وهلأ شو راح يصير؟ ما بعرف، بدنا نستنى. طيب خبر زينب إلا ما تساعدنا مشان نلاقي نيرمين. رشاد قلي لشوف، أنت بخبيها؟ لك أنت شو صاير لك؟ قلي أنا شو بدي فيها؟ معقول استدعي الحكي؟ كله كذب. رشاد أنت عم تكذب، البنت عندك. خلاص فهمنا، ايه عندي. ارتحت؟ شو بدك فيه؟ قلي ليش بدك ترجع البنت على الجبل؟ احكي. مو صحيح، بدي سلمها للعسكر. بالله؟ طيب انت شو دخلها؟ شو بدك بنيرمين والتنظيم والعساكر؟ فهمني. خلاص بقى اتركها وروح، شو بدك فيها؟ اتركها. مو ناقص غيرك يعلمني شو ساوي. انت لا تدخل بشغلي، عم تفهم؟ انو شغل هاد؟ شو لك مصلحة لتسلمها؟ قلت لك لا تتدخل، التهي بشغلك. طيب ماشي، بس تذكر الحكي. اي الله معك، مو عارفان شو صاير. التنظيم بده زينب وهو اكل هم نيرمين. بلكي اذا سلمتم بنتها لسناء ببطلوا يطلبوا زينب مني. لك شو بدي اعمل؟ سلمهم بنتك، حاجتنا. بعرفه منيح لعمي، ما رح يحكي، لازم ننقذها من بين ايديه.
ما اختلفنا، بس شلون بدنا ننقذها؟ هلأ عمي ما رح يتركها، أنا متأكدة. مشان هيك لازم نهربها منه. بس ما منعرف وينها. طيب أنت خليك عم تراقب عمي إلا ما يروح المكان يلي مخبيها فيه. شو رأيك تراقبي معي؟ موافقة. بعد هيك لوين بدك تروحي هلا؟ وانت شو دخلك؟ التهي بشغلك. شو هالبنت، الله يعينه لأبوك. بعدو بعد يلا. صفيان واحد انت بتعرفه، وهو فكرة كان يقتل العناصر ويسرق البضاعة، كان رمزي يساعده، ساعدتهم كم مرة، هذا كل شي عندي، ما بعرف غير هدول. هي هي كل الحقيقة، ما زليت عليك بحرف وقلت لك مين معلمنا. هي عرفت كل شي، خلص اتركني. انت وعدت بزيدان، شو يلا زيدان اتركوني اتركوني، نحن ما هيك اتفقنا. قلهم زيدان لا اتركوني. اتركم عليه زيدان، يعني كنت عم تكذب علي؟ فكر عن النار تكفوه زيدان، قلهم اتركوني، هل حكيت لك كل شيء؟ لا لا ابوه زيدان، زيدان قلهم اتركوني، ما بدي موت زيدان. هي قلت لك كل شيء، بعرفه لك انت وعدتني زيدان، قلهم اتركوني. كنت عم نبكي والله ما تخلي، لا لا انت ما هيك وعدتني زيدان، ما بدي موت لك مشان الله، انا ما تخلي زيدان. طلعوني لك ما عدتني سيد حمان، لك بتستاهل ليش هيك سويت؟ مو على أساس تخليه يروح؟ غيرت رأيي، كان لازم يموت لأنه خاين. كل مين بيحاول يضر هالتنظيم هيك رح تكون آخرته. قومي وليش وصر لك؟ اسمعي منيح، أنا رايح لعند عمر، وأنتي روحي لعند رشاد وجيبي رويدة، نلتقي عند المطحنة القديمة. ليش هيك عم تطلعي؟ يلا. طيب يا زيدان، الله يخليك لا تسلمني للعسكر. خلص أنا غيرت رأيي، هيك أحسن شيء إنه سلمك للتنظيم. عم تحكي عن جد؟ هيك أحسن؟ بدك ترجعي على التنظيم ها؟ لكن صرتي منهم، يلعنك خاينة بسيطة. فتح عيونك منيحة. ايه ولا يهمك. ليك انا عندي شغلة بقضيها وبرجع لك. روح وانت مطمن، دير بالك ما بدي اياها تهرب. ايه خلاص ولا يهمك اغا. شو بدنا نعمل؟ تعي تعي. ديالا شو صار؟ على الأغلب مخبي نيرمين بشي غرفة ورا البايكة. يعني بفهم إنه مالكم متأكدين إنه هونيك؟ بس عمي ماله بالعادة يحط حارس على الباب أبدا، نيرمين أكيد جوا. طيب هلأ شو رح تساو؟ زينب رح تلهي الحارس وأنا رح جيب نيرمين، بسيطة. وبركي رشاد أغا طالعكم؟ أنت لازم تلهي عنا. أنا ما بقدر. بدك تساعدينا ما؟ طبعا، بس كيف بدي اقدر الهي عنكم؟ لازم نلاقي شي طريقه بسرعه، ما بدنا نرمين تضيع منا. تعالوا نحكي جوا. هالسهيانين لشو عم يخططوا؟ ليش كانوا عم يحكوا عن عمي رشاد؟
يا الله لازم أعرف. مرحبا عمو رشاد، كيفك؟ جيت لحتى أفحصك. وليش بقى؟ يعني مو بس أنت، كل أهل الضيعة عم نعملهم فحص طبي. لا أنا ما بدي، ما بني شي. بس هذا الفحص كتير ضروري، خاصة للي بعمرك، فهمت علي؟ معلش خليني أسلك ضغطك عمو، بعدين مانك خسران شي، بالعكس. روحي ماني ناقصيك. منيح لقيتك، صار لي ساعة عم دور عليك. خير صاير شي؟ خالتي هي قالت لي وصل لك الغدا لهون. حطيه على جنب. شو هالحكي؟ تعال كلهم هلا اسمهم سخنين. يلا تعال. مو كتير جوعان. عود عود. بس يلا معلش. كلهم قبل ما يبردوا هيك أطيب. عمهلك ما في شي وراك. طمني إن شاء الله عجبوك. والله كتير طيبين، أنا ما دقت أطيب من طبخكم. يلا بقى عمو. لا. الله يخليك، خليني أسلك ضغطك. يا علينا ما بدي، خلاص بقى ما في إشي. طيب أنت شو خسران؟ ما رح ضايقك بشي. لا خلاص تركيني بحالي. ها يلا أمي لساكي هون، يلا روحي يلا. رشاد آغا، رشاد آغا. لك يلا، يلا بسرعة. جاي فهمت رويدة لسه عندك ما؟ ايه مزبوط، حاطة بالبيكة، امشي معي يلا. قولي إن شاء الله ما يمسكون. يلا يلا.